يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. صاحب الفزيلة والرئيس الحفلة والأساتذة الكرام والمستمعون الأحبة، أود أن ألقي عليكم بعض كلمات حول موضوع أهمية التعليم وخاصة أهمية تعليم الدين. إن العلم حياة للقلوب، وبالعلم ينشرح به صد الإنسان ويشعر صاحبه بالإطمئنان، ولكن الجهل يورثه الضيق والحصر والهبس. أيها السامعون الكرام، الطعام والشراب حاجتان مهمتان للناس، لكن الناس إلى العلم أحوج من الطعام والشراب، لأن الرجل يهتاز إلى الطعام مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. أيها السامعون الكرام، إن العلم نور يهتدي به في ظلمات الشقوق والجهالة. العلم هو منظومة جميلة، والجهل ضلالة وخربطة. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات والتوجهات والتصرفات، ومفتاح إلى النجاح. إخواني في الله، ومن طلب العلم فله فضيلة كثيرة، كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي الإسلام لا مانع بأن يحصل الإنسان علم الدنيا، كمثل التكنولوجية والحساب والاقتصادية والجغرافية وعلم السماء، بشرط الإيمان. بل كلها طريقة رائقة لمعرفة قدرة الله تعالى. أيها السامعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمقصود بالعلم هنا هو علم الشريعة. والمدرسة الدينية هي مكانة الدرس التي تجمع بين علم الشريعة وبين علم الدنيا. أيها الحضور، بعض الناس يظن بأن في المدرسة يتعلم الطلاب علم الدين فقط، ويحسب لم يعرفوا الطلاب والعلم الأصل الراهن، بل كلهم في بحر الهابد. إخواني في الله، المدرسة الدينية يتأثر على طلابها كخلقه وعادته وإخلاصه ومعاملته اليومية، وتجعلهم مؤدبا آمنا صادقا كريما عابدا مصليا تقيا، لأن قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي تعليم المدرسة الدينية تأثيرة عظيمة لم يتوفق المدارس الدنيا، فلهذا تعلموا أولادكم في مدرسة الدينية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.